السلام عليكم، مرحبا بكم معي في الفيديو. نشرح لكم فيه طريقة الكونفيغوراسيون ديال روتور جاستيل كونترينت موديل AR 5387 UN مع اتصالات المغرب. اول حاجة ناخذ الروتور نشعلوه نديرو له ريزيت، نمشي بلا رقيقة، نبقاو باركين على ريزيت اللور شي 10 ديال الثواني ونعاود نطلقو باش يتمسح الكونفيغوراسيون اللي كانت فيه من قبل. من بعد غنجيو نطابيو لادريس 192.168.1.1. اوكي، يعطينا هاد الانترفاس. هنا غنجي نبركو على ادفانس سيت اب. هنا خصنا نسحو لي بروفيل، نبركو على سين، نجي نبركو على وان سيرفيس، نديرو ريموف، ونجيو لعند لاير نديرو تا هو ريموف، نرجع نديرو اد، نديرو هنا 8 و تحت 35، مغنبدلو والو، و نديرو ابليك، و نرجع عاوتاني عند وان سيرفيس، نديرو اد، نيكست، مغنبدلو والو هنا، هنا ندخلو السميو المدبس اللي عطاتنا اتصالات في الكونترا. ثم ندخلو ديالكم دي غي تيست. نديرو انابل فون كول نات، و نديرو انابل نات، و انابل فيروي، و نديرو انابل يمشي هاديك، و نديرو نيكست نيكست. هنا غادي نديرو دي ان اس 8.4.8 و الفوق و لتحت 8.8.4.4. حيت الدي ان اس اللي كيكون فيه بار ديفو كتبلوكا مبقاش كيطلق لنا انترنيت. نديرو نيكست ابليك. من بعد غنجيو عند لان، كلشي هو هداك. غادي نمشيو دابا عند الاي بي ان بي، الا كانت ديزاكتيفي نديرو لا انابل. نمشيو دابا عند ويرليس، هنا الا بغينا نبدلو السمية ديال الواي فاي، ديرو اي سمية، ديرو السمية اللي عجبتكم، نختارو ماروك، ابليكي. هنا نمشيو نشوفو السيكوريتي دو جي بي اس، خليتوهم اكتيفي غادي يكون ساهل باش انه يبيراطيو لكم مود باس. ديروا له ديزابل ابليكي. هنا تبدلوا مود باس الواي فاي ديالكم، بغيتو تبدلوه، بغيتو تشوفوا المود باس القديم كيكون عندكم، كتبوا لكم هذا الكتاب هنا يبان لكم. ديروا ابليكي، هكا كنكونوا سالينا كونفيغوراسيون. نتمنى يكون الفيديو عجبكم، ما تنساوش الاشتراك في القناه باش يوصلكم ديما الجديد، وجيم بارطاج الى لقاء فيديو اخر ان شاء الله.